أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قال المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد حسين علي إن الوزارة كشفت عن 9330 متجاوزا على شبكة الحماية الاجتماعية والقروض. وأضاف المفتش العام للوزارة أن التجاوزات قد تم اكتشافها في الفترة من كانون الثاني من العام الجاري وحتى اليوم. وأشار علي أن هذه التجاوزات تعدت عشرات المليارات من الدنانير من المفترض أن تقوم الوزارة باسترجاعها من المتجاوزين. قضت محكمة الجنايات المختصة بالنزاهة في رئاسة استئناف الرصافة بالحكم بالسجن 10 سنوات ضد موظف في مصرف الرشيد فرع الرمادي. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن المتهم اعترف بصرف صكوك مزورة بالاتفاق مع مديرة المصرف الهاربة بقيمة 612 مليون دينار عراقي. أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.16% في ثاني جلسة تداول عقدها السوق خلال الأسبوع الحالي. وسجل المؤشر العام ارتفاعا في الأسهم في أسهم 11 شركة مساهمة مدرجة في السوق، يقابلها انخفاض أسهم 10 أخرى، فيما بلغ حجم تداولات الجلسة 470 مليون سهم بقيمة تصل إلى 501 مليون دينار عراقي. وبلغ عدد الأسهم المباعة من قبل المستثمرين الأجانب 25 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار عراقي تحصلت من تنفيذ 4 صفقات على أسهم شركتين. قال مدير عام النقل في كرم شهبي بهمن خسرواني إن بلاده صدرت أكثر من 500,000 طن من المواد إلى العراق خلال 3 أشهر عبر معبر برويس خان لوحده. وأضاف خسرواني أن التصدير وصل العراق بطريقة الترانزيت عن طريق الموانئ المائية، مشيرا إلى أن معبر برويس خان كان له نسبة تصل إلى 23% من مجمل التصدير في إيران ليصبح ثاني أكبر معبر. يذكر أن إيران لديها 32 معبرا مع دول الجوار، 22 منها برية و10 بحرية، ويتصدر العراق بالعدد الأكبر من المعابر. قالت هيئة المنافذ الحدودية أنها أتلفت 17 صندوق لحم في منفذ مطار النجف. وأرجعت الهيئة سبب إتلاف الصناديق إلى عدم وجود شهادة صحية للصناديق وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بعد فحصها من قبل الجهات ذات العلاقة. وأضافت الهيئة أن الإتلاف أو بالأحرى أن الإتلاف تم بمعرفة ممثلي الجمرك المدني والعسكري والحجر البيطري وبإشراف مباشر من قبل ممثلي هيئة المنافذ الحدودية. قال محافظ التأميم وكالة ركان الجبور إن وزارة النقل وافقت على تشغيل مطار كركوك الدولي قريبا أمام الرحلات الداخلية والدولية. هذا ومن المفترض أن يقدم المطار الخدمة 1.5 مليون نسمة من أبناء المحافظة و3 ملايين نسمة لمواطني ديالى وصلاح الدين وجنوب الموصل. وكانت الحكومة في بغداد قد قررت في وقت سابق تحويل مطار حرية العسكري في كركوك إلى مطار مدني دولي. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.